السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء من الصف العاشر. اليوم ببيج 46 صفحة 46 رح نتحدث عن sea turtles، عن السلاحف البحرية. Let's start reading and explaining the text together. Sea turtles are among the most ancient creatures in the world. There are 7 species of sea turtles that can be found today and they are found in all waters that are warm. إذا تعد السلاحف البحرية من بين أقدم المخلوقات الموجودة في العالم، وهنالك 7 أنواع منها التي يمكن أن تتواجد اليوم في جميع المياه التي تكون دافئة. لدينا بداية turtles. Turtles are plural noun، إذن هي عبارة عن اسم جمع. منلاحظ إنه the verb to be إجا عندي are لكونها جمع. أيضا لدينا the most ancient. لدينا the most ancient وهي superlative adjective، إذا هي superlative adjective صفات تفضيل. ولدينا كلمة ancient معناها old، إذا ancient أيضا it means old. Creatures is a plural noun، is a proposition. من راحة عنا إنه عندي the word، لما أجي أحكي أستخدم الارتيكل ذا، فأنا بحكي عن إشي أيضا فريد من نوعه، فهو عالم واحد فريد من نوعه. لما أجي أحكي عن شمس أو قمر أو غيرها. There are أيضا there are، في عندي there is. There are طبعا تيجي مع البلولر، فمن ناحية إن كلمة species هي عبارة عن جمع. طبعا معنى كلمة species هي types أو kinds، إذا species معناها kinds أو types. لدينا can be found. Can be found تعتبر passive. طبعا شو نوع الباسف؟ مبني للمجهول، passive models يعني مبني للمجهول مع الأفعال الناقصة. وسوف يتم أخذ أنواع، 6 أنواع للباسف في مادة البتر الوحدة 11 إن شاء الله. they عنا تعتبر plural pronoun، وthey راجع على sea turtles، إذن they راجع على sea turtles. They are found. عنا are found is another passive، لكن هون عنا simple present passive. لما يكون في عندي are مع التصريف الثالث، إذا is أو are مع التصريف الثالث للفعل، إذا هي simple present passive. Since the Red Sea's water in Aqaba is constantly warm, it is considered to be the place where sea turtles travel in search of food. All sea turtles have hard shells that protect them from predators. Their shells are also streamlined to help them swim through the water more easily and faster. Their color differs depending on the species. نظرا لأن مياه البحر الأحمر في العقبة دائما بتكون مالها warm دافئة، فهي تعتبر المكان المناسب حتى تنتقل هذه المخلوقات البحرية وتبحث عن الطعام، إذا search of food تبحث عن الطعام. جميع السلاحف البحرية لديها صدفة صلبة تحميها من الحيوانات المفترسة. طبعا هاي الصدفة تعتبر منبسطة لمساعدتها على السباحة، ومن خلالها يمكن أن يكون السباحة في الماء أسهل وأسرع. أما بالنسبة للون، إذا لونها يكون حسب الأنواع، يكون حسب الأنواع. سوف نتحدث عن ألوانها بعد قليل. لنبدأ بداية عندنا Red Seas، ملاحظ أنه Capitalization وأكبر نفس الشيء Capital Letter. All of them are proper nouns. عندنا لدينا كلمة constantly وهي adverb بمعنى normally عادة. It is considered the place it اللي هو راجع على Red Sea in Aqaba. okay. لدينا hard shells. هلا هاي hard shells شو وظيفتها، شو الفانكشن تبعها، شو وظيفة الصدفة الصلبة اللي هي protect them from predators، بتحميهم من الحيوانات المفترسة. عندنا where is wh word، them راجع على sea turtles، برضو there راجع على sea turtles. عندنا travel تعتبر verb one base form، الفعل لديه مجرد. shells ملاحظ انها plural noun، فملاحظ انه اخترنا الverb to be are. of is a preposition. طبعا هون their shells are also streamlined. ليش انسيابية الصدفة؟ why to help them swim through water more easily and faster، حتى تساعدهم